هي في الحقيقة في كل مبادرة ديال الصحة للجميع سنويا في 48 ساعة كنتموا بأكثر من 1500 مرأة وطفل، ولا جينا ندير واحد تقييم شمولي على هاد المبادرة، وغادي نكونوا في هاد 9 سنين تمينا بأكثر من 1 مليون مرأة وطفل. وهاد المبادرة كديرها جمعية أصوات نسائية. إن شاء الله حنا العمل اللي باغيين نديرو ماشي نديرهم بوحدنا، علاش ديما كتكون عندنا مساندة من السلطات المحلية، من المتطوعين، من لو بريفي. وباغيين إن شاء الله العام الجاي نشاركوا معنا لي لابوغاتوار بريفي باش يسهلوا لنا المأمورية. هاد اليوم جات ممثلة اليونيسف طلبات، هي اللي طلبات تجي تشارك معنا في هذا المهرجان وتشوف المبادرات الجمعوية اللي كان نديروها في مدينة تطوان. Et normalement je travaille ici au Maroc en tant que représentante de l'UNICEF. Donc j'étais ravie de participer au volet solidarité de cet événement. Je trouve que l'idée des partages avec les autres, surtout les plus vulnérables, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc il n'y a pas seulement un festival ludique, mais il a aussi cet objectif de solidarité qui est très important. J'étais impressionnée par l'action que j'ai vue ce matin à l'intérieur de cette école, où bien sûr on voit l'association où il y a des femmes avec des associations des médecins, les délégués de la santé, la fondation Mohamed V, tous s'occuper ensemble en partenariat des femmes et des enfants les plus vulnérables. حاتي امشي جوز على رجلي ونصيب هاتي او فهمت كي حرقني ديك المفاصل صافي عيطنا مع الطبيب عينا نمشيو عنده عينا كيقول فيك والو مزيان براس العنس حمد فهمتي هما ضرافين براس العنس عمري شفت شي طبيب بحال هادو فهمتي اخر كيجرو عليك كيقول ما بعدنا شي ما كاين شي الله يشافيك جيت تشوفي الطبيب مالك شنو عندك؟ انا عندي الكبار انا بلاتي وقف عليهم وقلبي مزيانة باش تحكو سنان اجي وريني وريني صحابي علمونا كيفاش نغسلوا سناننا وما كناش كنعرفوا نغسلوا سناننا، ودابا تعلمنا بزاف ديال الحاجات وتعلمنا باش نخليوهم نقيين صحيين، وكنشكرهم بزاف.